مرحبا أصدقائي، اليوم راح نسوي وياكم البروتشن الألماني، يعني الخبز اللي يشبه الصمون لكن على الطريقة الألمانية. بالألماني نسميه بروتشن، الخبز اللي نستعمله للريوق أو للفطور. طبعا هنا مثل ما تشوفون قدامكم عندي تقريبا 5 غرام من الخميرة الفورية، ما يعادل ملعقة كوب، وعندي هنا أيضا عندي كوب ممسوح من الطحين، اللي هذا القياس مالته، هذا الكوب اللي أقيس لكم به دائما. وعندي تقريبا هنا 3/4 الكوب من المي. طبعا راح نخلط أول مرة هاي المواد بهذا الشكل، نخلطها ونعجنها بهذا الشكل، نحركها بالملعقة إلى أن تختلط كل هاي المواد وتنطينا عجينة شوية لزجة تكون. تنطينا عجينة لزجة مثل ما تشوفون شوية سائلة. راح أعجنها وأرجع لكم. مثل ما تشوفون أصدقائي شلون شكل العجينة، تكون عجينة لزجة بهذا الشكل. راح أعيد المكونات اللي حطيتها. أنا حطيت كوب من الطحين ممسوح، مثل هذا الكوب ممسوح، وحطيت 5 غرام من الخميرة الفورية، هاي خميرة الخبز 5 غرام، ملعقة كوب تقريبا يعني، وحطيت 3/4 الكوب من هذا المي، 3/4 مو مليان. خلطتها بشكل جيد، صارت بهذا الشكل عجينة لزجة. راح هسه أغطيها بورق نايلون وأتركها بالثلاجة من هاليوم، من هاي الليلة. هسه أنا دا أخلطها دنيا ليل عندنا، وأتركها بالثلاجة ليلة كاملة، والصبح نكمل وياكم باقي الخطوات. مثل ما تشوفون أصدقائي غطيتها وحطيتها هسه بالثلاجة، راح أتركها ليلة كاملة وإن شاء الله باكر الصبح نكمل الخطوات. هسه أصدقائي في صباح اليوم الثاني، طلعنا العجينة من الثلاجة وهذا شكلها. شوفوا أصدقائي شلون تخمرت على البارد. هسه راح نكمل. طبعا هنا انا خليت ما تبقى من الخميرة اللي كانت بالظرف اللي حطيتها البارحة، تقريبا ايضا ملعقة كوب، وهاي هذا كيس خميرة ثاني، يعني هنا بيها 7 غرام، واللي البارحة استعملتها وهاليوم كملتها ايضا 7 غرام، يعني تقريبا ملعقتين اكل. هنا نحط كل الخميرة المتبقية، نحط تقريبا ملعقة أكل ملح، ملعقة أكل ملح، ونحط ملعقة أكل سكر، ونحط مي يكون شوية، شوفون أقدر يعني أتحمل أحط بيدي، هو حار لكن يعني أتحمل أحط بيه أصبعي بهذا الشكل. هنا عندي نص لتر من الماء، راح أخلي نصه أول مرة وحسب العجن إذا أحتاج بعد، وأرجع أضيف هاي العجينة اللي خمرتها من البارحة حتى نكمل البروتشن أو نسوي البروتشن أو الخبز الألماني، خبز الفطور الألماني بهذا الشكل. نخلطها. وعندي هنا أصدقائي كيلو من الطحين، أنا البارحة شلت منه الكوب اللي عجنت بيه هاي العجينة، وهذا ما تقريبا يعني 900 غرام من الطحين.
خليه كله. وأعجن هاي العجينة كلها مع بعض. راح تحسون انه الخليط بارد بسبب العجينة اللي كانت بالثلاجة، ما مشكلة هسه يرجع يدفى بفعل المي الدافي اللي حضرناه. نخلط كل المكونات ونشكل منها عجينة متماسكة، حتى بعدين نتركها تتخمر تقريبا 3/4 ساعة الى ساعة حسب نوع الخميرة اللي حاطيها سرعة تخمرها. طبعا تقدرون بالعجانة تعجنوها، تقدرون بايدكم بكيفكم. انا هسه الصبح لانه الاولاد نايمين ما قدرت اشغل العجانة صوتها عالي، فهنا جاي اعجن بايدي. هنا نضيف بعد مي. وأعجن طبعا ما نضيف لها أي شيء ثاني، ما نضيف لها لا زبدة ولا زيت ولا دهن، ما ندخل ولا نقطة دهن بالموضوع. كأنما تسوون خبز، الخبز العراقي العادي اللي هو أيضا بنفس الطريقة، بس مي وملح وطحين وخميرة. هنا بس ضفنا شوية شكر حتى نسرع من عملية التخمير. راح أكمل العجن أصدقائي وأرجع لكم. أصدقائي مثل ما تشوفون احنا هنا كملنا العجن، العجن العجينة بهذا الشكل. وراح نغطيها ب، طبعا هي العجينة بالبداية راح تكون جدا ملتصقة، لكن بالتدريج اثناء العجن راح تشوفون انه تبدي يعني تصير عجينة جيدة. شوفوا شلون سماكتها، عجينة شوية سميكة. انا تقريبا هنا حطيت لها النص لتر مي كله. وهسه راح اغطيها بهذه النايلون واتركها مدة ساعة، 3/4 ساعة الى ساعة، الى ان تتخمر، ونرجع عليها ونكمل وياكم باقي الخطوات. شوفوا اصدقائي عجينتنا شلون تخمرت وصارت بهذا الشكل. هسه راح نبدي نشكلها ونقطعها، وياي ان شاء الله تكملون باقي الفيديو. طبعا هاي عجينتنا اصدقائي مثل ما تشوفون شلون تخمرت بشكل جيد. نشيل عنها الكيس النايلون اللي غطيناها به، يعني تخمرها كان كلش حلو. تقريبا انا تركتها 3/4 ساعة، 45 دقيقة. نشيل هذا اللي بالكيس النايلون رأس العجين اللي التصق، نشيله أيضا بهذا الشكل. كل كمية العجين نجمعها على بعض. بهذا الشكل أصدقائي نلمها. طبعا راح نرش هسه
على طاولة العمل اللي راح نشتغل عليها. راح نرش شوية من الطحين بهذا الشكل. راح ننزل العجينة بالكامل بهذا الشكل. بهذا الشكل وراح نلم العجينة بهذا الشكل وبهذا الشكل براحة ايدنا. هاي راح نلمها ونضغطها، نلمها ونضغطها بهذا الشكل اصدقائي. بهذا الشكل ندخل بيها بهاي الطريقة، ندخل بيها الهواء حتى تنطينا نفشة جيدة للخبز أو الصمون أو البروتشن اللي راح نستعمله. شوية الضوء أحسن هالشكل، بهذا الشكل أصدقائي. نلمها على بعض بهذا الشكل العجينة. طبعا أنا سويت هنا كيلو من الطحين حتى يعطيني تقريبا 12 قطعة من الخبز أو الصمون. هسه راح أقطع العجينة بهذا الشكل إلى الكمية اللي أريدها. تقريبا أنا راح أقطعها 12، نشوف طلع 12 هذا الشكل. قطعها قطع متساوية، إذا عندكم ميزان توزنوها بعد أحسن حتى تجي متساوية، وإذا ما عندكم ميزان حاولوا أنتم تساووها بطريقة بهذا الشكل. ونقطع 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. هاي القطع شوية صغيرة، نحاول أشيل من القطع اللي بالنص كلش كبيرة صارت وأحط عليها. يعني حاولوا تكون القطع متساوية بهذا الشكل. قطعت كل القطع أصدقائي، طلع عندي تقريبا 15 قطعة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 قطعة. هسه راح اخذ قطعة قطعة بهذا الشكل وبهذا الشكل اكورها، اللي اشوفها صغيرة واشوف قطعة ثانية شوية كبيرة اضيف عليها بهذا الشكل. وبهذا الشكل اظل اكورها على الطاولة، طاولة العمل بهذا الشكل الى ان تصبح على شكل كرة. طبعا هنا عندي طحين هواي ألمه على جنب حتى لا يصير بها طحين هواي. بهذا الشكل أكورها، ألفها وأكبسها بحافة إيدي بهذا الشكل إلى أن تنطيني هاي الشكل الدائري للعجينة، الشكل الدائري للعجينة. وبعدين أرجع شوية أسويها بهذا الشكل، أعطيها طول تطلع طولانية بهذا الشكل بهذا الشكل، ونحطها على جنب. بعدين أجيب القطعة الثانية ألفها بهذا الشكل وأكورها، وأظل أكورها بهذا الشكل، وبعدين أرجع مرتين بهذا الشكل
وتنطيني هذا الشكل اللي هو شكل البروتشن الألماني. هذا الشكل بهاي الطريقة أكمل كل الكمية وأصفها بصينية الفرن ونرجع لكم. بهذا الشكل أصدقائي كملنا العجينة كلها تقريبا. شوفوا أصدقائي شو نسوي، شكلها بيضاوي بهذا الشكل، بيضاوي مو دائرية، تكون بيضاوية. وهسه راح نغطيها ونتركها تقريبا نص ساعة تتخمر مرة ثانية ونرجع وياكم. خمرنا العجينة، شوفوا شلون كبرت القطع أو حجمها، حجم القطع صار بهذا أكبر حجم بالصينية الفرن. طبعا راح نستعمل سكينة حادة شوية تكون، هاي أنا عندي مسلمة شوي بس حادة تكون، وراح نقطع الخبزات أو البروتشنات بهذا الشكل. طبعا هم بالمخابز يستعملون الموس الحاد بهذا الشكل، راح نقطعها بس من شوية تقريبا تدخل السكينة عمق نصف سنتيمتر بالبروت أو بالخبزة بهذا الشكل مثل ما واضح قدامكم. طبعا اكو يسووها بهذا الشكل واكو يسووها على شكل هالشكل، على شكل زائد او في حتى بعدين تطلع مثل الوردة بهذا الشكل مرة ثانية. شوفوا اصدقائي حتى بعدين من تدخل الفرن وتنخبز بعد راح تنفش اكثر وراح تنطينا شكل كلش حلو. ممكن نسويها بهذا الشكل اللي هو الزائد او الفي، او ممكن نسويها بشكل طولاني بكيفكم. هسه راح ندخلها فرن درجة حرارته تقريبا 180 درجة. انا راح اغطيهن مرة ثانية شوية واتركهن لبين ما يسخن الفرن، بعدني ما محميدة، راح اتركهن تقريبا 5 دقائق ثانيات بهذا الشكل. راح اغطيهن مرة ثانية واتركهن تقريبا 5 دقائق وبعدين نرجع لكم. اصدقائي شوفوا شلون شكل البروتشنات او الخبزات، راح ندخلهن الفرن بهذي الشكل بالسلم الوسطاني على درجة حرارة 180 درجة مئوية. وراح نحضر صحن مثل ما تشوفون، صحن ستيل او فافون حسب المتوفر، احط به تقريبا كوب مي واخليه داخل الفرن، لان هم الاجهزة عندهم هنا بيها تطلع بخار حتى لا يصير كلش يابس الخبز ويظل من الداخل هش ومن الخارج مقرمش. راح نسد الفرن لمدة تقريبا لمدة ربع ساعة ونرجع لكم.